لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج، فإن وقاية وحماية الشباب والمجتمع من أضرار المخدرات هدف يسعى إليه الجميع. ومن هذا المنطلق ينظم المركز الوطني للتأهيل المخيم الصيفي الثاني في مبنى المركز بمدينة شخابوط بأبوظبي، والذي يستمر لمدة شهر. خلال هذا الملتقى واللي بيستمر لمدة شهر إن شاء الله راح يكون فيه كثير من الأنشطة التوعوية لزيادة نسبة المعرفة العلمية في هذه المواد المخدرة، لإكسابهم مهارات حياتية، كيف يقولوا لا، كيف يمنع نفسه ويمنع الآخرين، وكيف لا سمح الله إن شاف حد موجود في المجتمع أو من زملاء أو أخوانه أو من المجتمع الآخر يقدر يوصله للعلاج بأمان. هاي النقطة الرئيسية اللي بنوصلها لأبنائنا الطلبة. ويهدف المخيم التوعوي توعية طلاب المدارس بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بطرق مبتكرة وجديدة، كما يسعى لاستغلال أوقات فراغهم في ممارسة برامج وأنشطة تثقيفية وترفيهية مفيدة، وإكسابهم فن التعامل مع المشكلات الأسرية والحياتية واكتشاف الذات، إضافة إلى بناء شخصية الأبناء ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات. تعاوننا مع المركز الوطني للتأهيل خلال المخيم الصيفي، فكرة كانت جدا جميلة. عطيناهم دورات تدريبية، تدريبات الحياة عن معنى المسؤولية، كيف أتحمل أنا مسؤوليتي أو كيف أمثل بلادي داخل وخارج الدولة، وأيضا عطيناهم تدريبات الدوائر السلبية والإيجابية، اللي هي المحيط اللي حوالي من الأصدقاء إذا كانوا سلبيين كيف أتخلص منهم أو كيف أطلع من هذه الدائرة، وكيف أبحث عن دائرة إيجابية، ناس متميزين إيجابيين، وما أترك السلبي اللي كان هناك، لا أحاول أيضا أسحبه وأدخله معي في هذه الإيجابية. هذه الأنشطة ستكون بداية لندوات توعوية للطلبة وتمهيدهم ليكونوا سفراء المركز الوطني للتأهيل في مدارسهم. أشكر مركز التأهيل الوطني على الاستضافة الحلوة، على المعلومات والاستفادة، أن دخلوا لنا كل معلومات في راسنا بشكل ترفيهية على رحلات، أن يراونا الواقع الحياة مثل ما نحن نعيش حياتنا، يراونا أن تحس أنه ما يوصلوا لك إياه كان سيريس، يوصلوا لك إياه أنه كان غزات حياتك أنت، كيف تصرف حياتك، كيف أنه حولك. المخيم التوعوي يعزز قيم الإيجابية وصقل المهارات الحياتية للطلبة لمحاربة آفة المخدرات.